السلام عليكم. بدون مقدمات نبداو بالتحليل ديال الماتش المنتخب ديالنا. نبداو بالتشكيل، دخلنا بنفس الخطه ديال ديما اللي كيلعب بها الركراكي من المونديال ديال قطر اللي هي 4-1-4-1. غير قبل كنا كنلعبوا باملاح في الوسط اللي كيدير ادوار دفاعيه، وعودوا الركراكي في هذا الماتش ابراهيم اللي هو صانع العاب، العزوزي في بلاصه المربط، وبن صغير في بلاصه بوفال. كنلاحظوا في هذه اللقطه وناحي وزياش وابراهيم ديما كيتجمعوا في واحد المساحه صغيره، يعني المنتخب ديالنا ما منتشرش بشكل صحيح في الملعب. زيد عليها حتى بن صغير اللي جا حتى هو باش يدير البريسينغ في واحد المساحه اللي صغيره وفيها لاعبين كثار. لاحظوا هنا وناحي جاي يدير الضغط في بلاصه زياش، زامبيا دغيا لعبوها، خرجوا كره بجوج ضربات. لاحظوا اللعبة ديالنا هنا باربعه مجموعين على لاعب واحد بلا ما يقدروا يحيدوا ليه البالون. هنا العزوزي قدام جوج لاعبين ديال زامبيا، ما يقدرش يدير التدخل، هو يرجع للور سيستا هو خرج باش يدير الدور ديال وسط الميدان. اللاعب ديال زامبيا عطى باس مزيان، جاب الله بونو كان حاضر خرج الكره للتوش. هنا كنا غادي ندير واحد الهجمه مرتده، الماجيسيان زياج زربان باغي يعطي باس طويل، جات في النصيري. دابا حنا ولينا 6 لاعبين في التيران ديال زامبيا، ربعة اللعابة ديالنا ما قدروش يرجعوا، ولاو زامبيا هما اللي دايرين كونتر اتاك. هنا نورمالمون اذا طلع حكيمي زياش خصو يعمر بلاصتو، سيد واقف وناحي وجاي من اللور وسبقو، جاب الله هاد الهجمة دازت بسلام. هنا كنشوفو مرة اخرى فاش كنلعبو ديما بجوج لاعبين عندهم نفس الادوار، غنبداو نشوفوهم ديما ملاصقين. لاحظوا عاوتاني هنا ابراهيم مع زياش ديما ملاصقين، الفرق بيناتهم 3 متر. لاحظوا كيفاش كنخليو المساحات في وسط الميدان. شوفوا هنا ابراهيم كيعيط على العزوزي باش نديروا الضغط، العزوزي هنا خاصو يدير الماركاج لجوج اللاعبين، هو غادي يمشي عند واحد ويبقى الاخر خاوي. شوفوا هنا شحال ديال الخوا كاين في وسط الميدان، وناحي والعزوزي مكونطرين 4 ديال اللاعبين زامبيا. لاحظوا هنا الدفاع ديالنا مجموعين على لاعب واحد، سيس بعدا طاح، وزياج هنا عاوتاني نفس اللقطه خاصو يزيد ينزل، جاب الله بونو دير الخدمه ديال الليبيرو وعاود خرجها للتوش. هادي في الشوط الثاني، اللاعبين ديما ب 4 ديال المهاجمين. هنا العزوزي وناحي خاصهم يديروا مجهود مضاعف اللي ما يقدروش عليه. لاحظوا في هذه اللقطه خاص مونس صغير هو اللي يدير الماركاج، العزوزي يمشي عند الرقم 17 وناحي يدير ماركاج لذاك اللاعب اللي خاوي في وسط الميدان. شوفوا واحد المساحه اللي كنخليو في الوسط، هنا حكيمي هو اللي غادي يدير الدور ديال الوسط، غيخلي بلاصتو خاويه. كان ممكن لاعب زامبيا يعطي باس في العمق ودغيا يوصلوا للكور. لاحظوا هذه اللقطه كورنير ديال زامبيا، حكيمي وسيس ما تفقوش في الماركاج، العزوزي وبن صغير ما شادين حتى واحد وخلين واحد موراهم، 4 ديال المدافعين ديالنا ضد جوج مهاجمين ولا واحد قد يحيد كره. هذه اللقطه ديال الهدف اللي تمرك علينا، لاحظوا فين كانت ملعوبه كره، 7 اللاعبين ديالنا ضد 7 اللاعبين ديال زامبيا في ديك المساحه، كره خرجت من اليمن لليسر، واستاد اللعابه ديالنا بقاو في الجهه اليمنيه. هنا عطيه الله خطا في التمرير. شوفوا حنا بقينا ب 8 اللاعبين في التيران ديال زامبيا، كونت خطاك جوج كونتخ جوج، سايس و اكرد كانوا تقال في هاد اللقطة هادي، اللعابة ديالهم صراع دغيا وصلوا للكور، بونو تا هو كان ممكن يجبدها برجليه. نساليو بالإيجابيات ديال الماتش، فاش كنلعبو المثلثات دغيا كنخرجو كرة مزيانة، وبالموهبة ديال إبراهيم وتحول سريع ممكن يدير الفرق في أي وقيتة.
هنا اللقطه ديال الهدف ديالنا، فاش خرج زياش ومشى ابراهيم للجناح ايمن بانت الخطوره ديالو. شوفوا كونيكسيون مزيانه بين حكيمي وابراهيم، ولينا بزياده عدديه في مربع العمليات 4-4. تمريره سحريه عطات الهدف الاول ديال بن صغير مع المنتخب. نتمنى انه وليد يستفد من هذه الاخطاء ويصلح ما يمكن يصلحه، ويستفد من القوه ديال ابراهيم في الاختراقات. السلام عليكم ورحمه الله، والى حلقه قادمه ان شاء الله.